سليمة. مع السلامة. بس لا الحمد لله بس. عرفنا عليك. والله منتصر من الكيف أمام. مرحبا. آه شكرا. شنو تعرف حيد؟ والله نقرأ في فورماسيون. في الكواليس قلت لي تحب تحكي على الكيف. يعني نحب نحكي على الكيف خاطر بجهة محقورة ياسر، ما فماش تنمية، ما فماش عباد تلفت عليها مسؤولين، معناتها ما محقورة ياسر، ما فماش شكون يتلفت لينا ويشوفنا. وعندنا مشكلة الجفاف أثرت برشا على التنمية، هذاك معناها ما فماش شكون يتلفت لينا، لا مسؤول لا حد حد. منين أنت بالكيف تحديدا؟ تقريبا الدهمان، معتمدية الدهمان. مرحبا بك. أهلا وبيك عايشك. هذيك الجفاف، حكيت على الجفاف. الجفاف غادي الماء ما عادش موجود جملة. يعني هذا باش يأثر على الفلاحة بالطبيعة. يأثر برشا على الفلاحة وعلى برشا على الهنا، حتى الحيوانات معناها الغلم حاشاك يعني كل. برشا بعنا منهم معناها ما عادش ثم، وما عادش ما ثم ما ياكلوا. سي صحراء ولت جفافته، ما ثماش مطر جملة، دارنا ولينا نجيبوا في الماء من عند العباد الأخرى بعيدة، معناها نضربوا بكيلومترات ونمشوا حتى بالآلاف بالكراهب باش نجيبوا الماء خاطر ما عاد ثما جفاف. حكينا للمسؤولين، حكينا للدولة، الدولة ما تحبش تسمعنا، ما تلفتتش لينا. معناها منطقة الدهمين توا تعاني من الجفاف. جفاف طول، ما ثماش حتى قطر من سنة 2021 وهي تعاني. يعني بداية الجفاف 2011. بداية الجفاف وتوا تقوى أكثر، معناها ما ثماش حتى شيء. مبقى حتى شيء، كلها صحراء، لا قمح، لا نحن الكيف معروف بالقمح، معناها ما ثماش قمح، الله غالب شت ما عادش خضر كي قبل، قاعد صحراء طول. انتم في عائلتكم ما عندكم الفلاحه؟ عندنا الفلاحه وما عادش تو كي باش تمشي الفلاحه باش نولوا نجيب دارنا، معناها يولوا نكملوا فورماسيون نجيبوا من هنا. واني نحب نوسط صوتي، نحب نقول لمراي الفلاحه اذا كان خسرتها تو راهو سي، معناها ما عادش تولوا تاكلوا باش تولوا تجيبوا من الدول الاخرى، تولوا تخسروا الفلاحه في تونس، تولوا ما عادش عندكم موارد تاكلوا منها، باش تخسروا معناها. هذاك شو نقول لك، الفلاحه معناها هي المصدر الاساسي في تونس حسب ما نعرف، معناها فهمش. بالنسبه للماء للشراب موجود ولا لا؟ مش موجود، معناها نحن الماء باش تشربوه ما فماش، نمشوا كيلومترات والاف الكيلومترات باش نجيبوا الماء. مقبل كان موجود عندكم الماء؟ شوي كان. شنو عندكم ذبير ولا ابيار؟ معناها كان عندنا ابيار نجيب منها في الماء. تو مشي تو نشفت، معناها نشفت جمله ما عادش ثم جمله، ما قعدش حتى قطر حتى باش نغسلوا ولا باش يعني باش نستعملوا المياه اللي ما عاد موجود جمله. سيمشي الماء كله، ما بقاش حتى. باش تمشيوا باش تجيبوا الماء؟ والله نضربوا حتى 40 ولا 30 باش نجيبوا الماء، بعيده خاطر البلاصه. عندكم وسيله معناها ولا سقيكم؟ وسيله نجيبوا منها، وسيله السياره نجيبوا منها في الماء، اما الماء زاد نجيب منه بدا ينقص، بدا يمشي وينقص. يعني حتى البلاصه اللي تجيبوا منها زاد بدا ينقص. اي ينقص، معتمديه الدهماني والكسور والسرس سي ما عادش فيها، تدخل البلاصه هذيك تلقى سي جفاف جمله ما عادش. حتى كل شيء يبيس ما عادش اخضر، كله ولا اصفر. ما عادش شيء. يعني انتم خسرتوا فلاحتكم على خاطر جفاف وما فماش معناها. ويحرقوا لنا في المحاصيل نتاعنا بالعاني لاغراض سياسيه، ما نعرفش علاش يجيو يحرقوا في السياسيه. فيش بالضبط؟ في الصيف عام 2019 حرقوا لنا ارضنا كيك لاغراض سياسيه قبل ما يترشح الرئيس قيس سعيد. صارت مناشات بين اغراض سياسيه، يحرقوا في الاراضي. حرقوا برشا راس. يحرقوا في الاراضي. والله ما نعرفش شكون، ما عنديش حتى فكره، ما هما صارت كي مشينا شكينا مفيد للامن، الامن ما حبش يتصرف، قال ما نجم نعمل شيء. نجم تكون بطرف فاعل يعني من اقاربكم من جيرانكم. بعد هذيك ما عادش. يعني صارت. نجم تكون الحكايه صارت، نجم تكون ان اكسيدون والا. ما اتوقعش ان اكسيدون. لا. ثم اغراض اخرى خاطر من بعدها ما عادش. مشاكل مثلا مع جيرانكم ولا حاجة؟ مشاكل مع الجيران. أما الجفاف هو أكثر حاجة توا نركزوا عليها، خاطر الجفاف هو اللي أكثر أثر توا على الطبقة المائية برشا. بالنسبة لتربية الماشية. تربية الماشية كما قلت لك أختي. زاد تربيوا؟ كنا ربيته وبعناهم كله، قعدوا شوية معناها خلوا فيه. حتى علوش العيد ما عادش موجود، مش يتفقد مع طول المدة ما عادش يولي موجود. خاطر المناطق هذيك مضرة برشا من الجفاف. فقدناه الماء جملة ما عادش موجود. انت تخمم انك باش تجيب عائلتك وتجي لهنا؟ مش تجيب عائلتك خاطر الماء ما عادش موجود، البيه الاساس ما عادش موجود، فقدناه لا ثم لا باش نشرب ولا باش ندوش، ما عادش ثم فقدناه الماء جملة.
لي ما مشيتوا للمسؤولين. مشينا مسؤولين. وين مشيتوا هو بالضبط؟ مشينا برشا للكيف المندوبي تاع الفلاحه وقت يشتيو ما نجموا يعملوا لهم شيء. اخر مره مشيتوا فيها وقتي ما عندها يكون شهر التالي كيف وقت كان ما مشوش. شنو كانت الاجابه؟ ما نجموا يعملوا لهم شيء. مشينا نحن برك الجيران الكل مشي. مشكلة معناها كاملة على الولايات الكل، يعني تونس الكل تعاني من أزمة مياه. وحتى لكن نحن أكثر من قبل نحن نعانوا منه، ما صبتش من قبل برشا. تصب في المناطق في تونس، في تونس الكبرى وفي المناطق الساحلية، ما في الشمال الغربي ما صبتش. ما ولا شكينا برشا برشا ما ثماش معناها. يعني أنتم تحبوا تعتزلوا كل شيء وتنقلوا؟ يعتزلوا برشا فلاح باش يعتزلوا. جيرانكم زاده نفس الوضعيه يعني؟ الوضعيه باش يعتزلوا برشا، ما عادش من المياه تفقد برشا. انت كي باش تجي هنا شنو باش تعمل؟ باش نجيب عائلتي، عندي فورماسيون نقرا فيها باش نخدم مع عليهم وكاو، ما ثم حتى حل اخر. انت قبل كنت تخمم انك تكمل في دومين الفلاحه و... والله لا، انا عندي بابا يحب يخدم في الفلاحه برشا، اما ملي تفقد الماء ولا ما عادش كي قبل. هو مريض وامي مريضه، ما قبل زاد ما عادش مرضوا برشا. ما يعني لو كان مش مشكله الماء كنت تخمم انك تخدم معناه في بلاصه بوك الفلاحه وكل شيء والا لا؟ ممكن، اما مش غادي، خاطر غادي تفقد الماء وممكن كنت باش نعمل مشاريع. اما الماء تفقدته وما عادش ايسنا، ما مش نحن برك، الناس كل ايست المنطقة الريفية كلها يستطيع. كي تجي لهنا باش تجيب عائلتك، عائلتك قابلين ولا لا؟ اي ثما اللي قابلين هما، لما يحبوا، خاطر ما عادش ما ثما حتى وسيلة تو للبقاء. جيرانكم اخرين يحبوا ينقلوا؟ برشا نقلوا مشوا، ما عادش خاطر الماء فقد كل شيء، كل شيء الناس كل نقلوا على خاطر الماء. بسبب الماء. بسبب الماء. كلها مشت بلا بير نشعل، ما عادش نحفروا 50 من ما نلقوش، نحفروا 100 ما ثماش. حفرتوا انتم 150 وما ثماش، تفقدت صحراء ولا طول، ولت عباد تهاجر للمدن تو، ما عادش الريف كله فقدت كيما باجا كيما. ما نحن اكثر الكيف وجندوبه مضرين برشا. خلي لك كلمه الختام. كلمه الختام تطلب من المسؤولين فيما يخص الموضوع هذا. نحب نقول لهم معناتها يشوفوا لهم حل للمناطق الريفيه، يشوفوا لهم كيفاش عندنا تبرق، علاش يعملوش محطه تطهير تحليه مياه البحر عفوا، وكهو معناها يشوفوا لهم حل المحطات، معناها ولا راك باش تخسروا كل شيء، راك باش تخسروا القمح الشهير، وربي يعطينا الغيث النافع كهو.